تحت القبة اقر مجلس الشعب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 واصبح قانونا اعتمادات الموازنة حددت بمبلغ اجمالي قدره 35500 مليار ليرة سورية موزعة على 26,500 مليار ليرة سورية للإنفاق الجاري، و9,000 مليار للإنفاق الاستثماري، بينما بلغ إجمالي العجز 9,404 مليارات ليرة. الإيرادات الجارية في الموازنة قدرت ب 15,041 مليار ليرة، بزيادة قدرها 107.01% عن العام الماضي. ألف مليار ليرة خصصت لاعتمادات التحفيز الوظيفي بزيادة قدرها 3900 بالمئة عما تم رصده لها العام الماضي نسبة العجز المقدر من إجمالي اعتمادات الموازنة انخفضت من 29.37% في موازنة 2023 إلى 26.49% في مشروع موازنة 2024